في يوم من الأيام في بداية تاريخ الهجري، في قافلة جاية على مكة في نص الليل والقمر كان مكتمل، ولكن وقتها صارت مفاجأة كبيرة. انشق القمر لنصفين والناس قاعد تشوف هذا الحدث العظيم قدام عيونها بذهول، ولكن ما حد عارف ايش سبب انشقاق القمر. ولكن هذه القافلة كملت طريقها لين ما وصلت لمكة، وهنا عرفت هذه القافلة ان سبب انشقاق هذا القمر كان سببها شخص من قريش اسمه محمد. لأول ما ولد هذا النبي رجمت الشياطين في السماء وحجب إبليس عن السبع سماوات، لأن أول ما ولد عيسى عليه السلام حجب إبليس عن الثلاث سماوات، ولكن لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم حجب عن الأربع سماوات. فانفجأ إبليس وقال إيش اللي قاعد يصير في الأرض؟ إيش الحدث العظيم اللي قاعد يصير في الأرض؟ ما قد صار حدث عظيم زي هذا إلا لما عيسى ابن مريم رفع للسماء. فافترقوا هنا الشياطين وانتشروا في كل مكان في الأرض، ولكن رجعوا لإبليس وقالوا له ما لقينا شيء في الأرض ومو عارفين أصلاً إيش اللي صار في الأرض. فخرج إبليس بنفسه عشان يشوف ايش اللي ساير وليش رجمت الشياطين وليش حجبت عن الاربع سماوات. هذا كله باذن الله حنتكلم عنه في هذه الحلقة. اهلا وسهلا بك اصدق المتابع في قناة عبد الرحمن بابقي. والان يا اصدق المتابع وصلنا، نعم صديق متابع وصلنا 500,000 مشترك، 500,000 مشترك، 500,000 اخو واخت يعني عشان ما حد يزعل يعني ليه ما اعطيت انا حقنا خلاص يلا ولا تزعل. ولكن هذه المره يا صديقي المتابع لا تفرح لاني ما حشكرك ولا حقول لكم اي شيء صراحه، لان باذن الله حيكون في مقطع شاطح مره قوي عن ال 500,000 مشترك وحيكون صراحه مره قوي يعني. اخ يا جماعه الخير يا انه رقم عظيم 500,000 مشترك، والله تعبت يا اخي، مو تعبت جاهدت قاتلت عشان اجيب هذا الرقم والله. انا عارف انه ما حد يعرف الا اللي حوالينا، ولكن وربي ترى رقم عظيم وربي شكرا لكم. لا قلت بحشكركم باذن الله في المقاطع في المقطع ذا في المقطع قال حنزل كل حاجه وفي اشياء كثير حتعرفوها باذن الله. معجزات الانبياء رقم 10 صراحه سلسله جدا عظيمه بمعنى الكلمه، مرينا بها بانبياء ومعجزات مره كثير، من اول نبي واول رجل على كوكب الارض اللي هو ادم عليه السلام الى خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ودحين من جد انا اقول لكم صلوا على حبيب، لان الاشياء يا صديق المتابع اللي حتسمعوها اليوم ترى مو زي باقي المعجزات ولا زي باقي الانبياء. خلينا اقول لك اول حاجه عن امنه ام الرسول وكيف جاء الرسول اصلا على وجه الارض. امنه ام الرسول تقول لما كانت تولد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تشوف نور خارج منها، وكانت تطالع في السماء كانت تشوف النجوم وهي كانها نازله عليها، لدرجه انه حسبت ان النجوم حطيه عليها من كثر قربها لها. واول ما ولد خاتم الانبياء وجاء على الارض طاحت الاصنام في مكه، تخيلوا انه كل الاصنام في مكه طاحت على وجهها واهتزت القصور في كسرة وطاح منها 14 نافذة، وجفت بحيرة ساوة وخمدت نيران فارس اللي ما قد خمدت نيران فارس إلا قبل مولد الرسول بألف سنة. وعظمت قريش لأنهم جاهم نبي من صلبهم. في هذاك اليوم انتزعت عيون الكهنة وبطلوا سحر السحرة، وتخيلوا كمان جات سحابة فوق أم الرسول آمنة وتقول آمنة إنه سمعت صوت نداء من هذه السحابة، والنداء هنا كان يقول طوفوا بمحمد الشرق والغرب وأرضوه على روحاني الجن والإنس والطير والسباع أعطوه صفاء آدم ورقة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل وكمال يوسف وبشرى يعقوب وصوت داود وبشرى يحيى وكرم عيسى. وكان يصدق المتابع في نفس هذاك اليوم كان في واحد اسمه يوسف وكان يهودي وشاف النجوم هي تقذف وتتحرك بشكل غريب، يعني كذا اليوم السماء والنجوم ما هي طبيعيه، وقال هذا الشخص يوسف انه اليوم في نبي ولد في هذه الليله. ولكن لسه ترى هذا الشخص كان مو عارف من مين ولد النبي وهل ولد النبي من اليهود من بني اسرائيل ولا لا، لان اكثر الانبياء اللي جو ترى من بني اسرائيل، فتوقع انه هو كمان انه اصلا كمان هذا النبي يعني حيجي من بني اسرائيل اكيد. فلما جاء الصباح راح وقال للناس هل ولد مولود لكم الليله؟ قالوا له ايوه ولد لعبد الله ولد عبد المطلب. فقال لهم هذا الشخص عارضوه علي يعني ابغى اشوف. فراحوا لامنه واخذوا منه هذا الولد وودوه لهذا الشخص. هذا الشخص اللي اسمه يوسف مسك كذا الولد وصار يطالع فيه وكشف عن كتفه، ولكن لما انكشف عن كتفه شاف في كتفه هنا علامة سوداء، والغريب الأكثر في الموضوع إنه لما شاف العلامة هذه طاح أغمى عليه. فهنا يا أخي قريش تعجبت منه وضحكوا عليه إنه كيف شاف علامة وطاح، مستغربين مو عارفين إيش الهدي أصلا. فلما صحي هذا الشخص قال لهم تضحكوا يا معشر قريش، هذا الولد اللي معاكم ترى هذا نبي وخلاص راحت النبوة على بني إسرائيل للأبد، لأنهم أصلا يعرف إنه هذا خاتم الأنبياء هذا آخر نبي حيجي على الأرض. وكان هنا إبليس قبلها كان اخترق السماوات السبع، ولما ولد عيسى عليه السلام كان يخترق أربع
سماوات لأنه حجبت عليه 3 سماوات، ولكن لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم حجب عن 7 كلها. فصاحب لسينه وخاف من اللي قاعد يصير لأنه خلاص حجب عن 7 كلها، وقاعد كمان يترجم من النجوم هو والشياطين. فاجتمع إبليس هو والشياطين اللي معاه وقال لهم ترى في شيء عظيم قاعد يصير، في شيء مو طبيعي قاعد يصير، وآخر مرة صار حدث عظيم لما عيسى ابن مريم رفع للسماء. فخرجوا شوفوا إيش الهرجة، إيش اللي قاعد يصير في الأرض. فخرجوا وانتشروا في كل مكان في الشرق وفي الغرب، ولكن الشياطين هذه المرة رجعوا وما عرفوا إيش الهرجة. فخرج هنا إبليس بنفسه عشان يشوف إيش الهرجة، فجال الأرض كلها عليه ما وصل لمكة. ولكن إبليس لما راح مكة هناك كانت فيه ملائكة محاوطة مكة كلها، ولكن إبليس حاول إنه يخش ولكن ما قدر منعوه. ولكن هنا إبليس لقى جبريل عليه السلام وراح سأله، تخيل قال له إيش الحدث اللي صار في الأرض في هذه الليلة. فرد عليه هنا جبريل وقال له ولد محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إبليس هنا هل لي نصيب فيه؟ فقال جبريل لا ما لك نصيب فيه. طيب هل لي نصيب في أمته؟ فقال له جبريل هنا نعم يعني له نصيب في أمة محمد. فقال إبليس هنا رضيت. فتخيل إنه هذا كله صار وهذه الأحداث وهو لسه دوب ولد. فلما كبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو للناس لله عز وجل، قالوا له هنا كفار مكة وقالوا له يا محمد ما حنؤمن فيك إلا إذا خليت القمر في القتين. تخيلوا يعني يبغوا يشق القمر نصفين. فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم طيب إذا سويت هذا الشيء هل حتؤمنوا؟ قالوا له إيه وحنؤمن فيك. فدعا الرسول لله عز وجل فاستجاب له فانشق القمر في القتين، ونزل الله كمان بعدها آية اقتربت الساعة وانشق القمر. ولما شافوا القمر قدام عينهم انفجعوا من هذا المنظر والذهول كان في وجههم، كيف القمر ينشق نصين؟ واصلا ترى هم ما قالوا هذا الكلام على اساس انهم قال لك انه حيؤمنوا، ما قالوا الكلام هذا عشان الايمان ولا عشان يطمئن قلبهم، قالوا له كده اصلا بس عشان يبوا يحشروه، لانه هذا الشيء مستحيل يصير وهذا الشيء اعجازي ما حد يقدر يسوي زي كذا، يعني انه من باب التعجيز. ولكن اي انسان طبيعي لما يشوف هذا الشيء قدامه وانشقاق القمر يؤمن بالله، ولكن زي الذين من قبلهم لقد سحرنا محمد يا الهي انه سحر مبين امشي اديك كف. والله قهراني والله اخي والله بالعقل يا جماعه، بالمنطق والعقل. لما تشوف معجزات زي كذا كيف ما تؤمن؟ لما تشوف اشياء زي كذا لما يا اخي هذول الناس خلاص القلوب تعبانه، وتخيلوا تخيل اصلا دار الناس تخيل انهم مصدقين وعرفوا انه في الله وانه هذا رسول. في ناس زي كذا وربي قريش ترى كانوا مصدقين انه الله موجود وانه هذا النبي صادق في كلامه، ولكن عشان العناد اللي عندهم والكبر اللي عندهم ما خلوهم يؤمنوا. ولكن يا صديق المتابع كان في ناس منهم كانوا في ناس منهم يعني عقلاء يعني ها شوية يفهموا فاهمين كيف. قال لهم طيب يعني اذا سحركم محمد وخلانا نشوف القمر انشق لنصفين اكيد ما حيقدر يسحر الناس اللي جايين من بعيد، حيسحرنا بس احنا موجودين قدامه ما حيقدر يسحر جميع الناس، واذا انشق القمر من جد اكيد البعيد حيشوفوا هذا الكلام. فقالوا خلينا نسال السفار اللي جايين من برا، المسافرين اللي جايين من برا المدينه او برا مكه خلينا نسالهم. فقالوا طيب خلينا دحين احنا نستناهم ولما نيجي حنسالهم ونشوف ما خسرين حاجة. فلما نوصل السفار جوا هذول كفار قريش وسألوهم، وما سألوهم يعني انه هل شفتوا القمر انشق، لا ما قالوا لهم كده، قالوا لهم في سفركم هذا كله قد شفتوا شيء كده غريب يعني شيء غريب، ايش اغرب شيء شفتوه في سفركم هذا؟ فردوا هذول السفار وقالوا في ليلة كذا وكذا، يعني حافظين الليلة كمان وسموا هذه الليلة، شفنا في هذه الليلة شيء عجيب، شفنا القمر مقسوم نصين. طيب صديقي المتابع بعد ما سألوا بعد ما تأكدوا بعد ما شافوا بعينهم بعد ما قالوا كل حاجة وقالوا له بنفسهم انه انت يعني شق القمر واحنا حنؤمن فيك، بعد ما قالوا كل حاجة وتأكدوا من السفار اللي جايين من بعيد تأكدوا انه من جد الكلام ده صار، تخيلوا ايش قالوا يعني تخيل ايش قالوا. انت حذر ابغاك تحذر فجر معايا، عضت لساني والله بالغلط، كله من الكفار هذولا. والله يصدق المتابع ما حصدق ايش قالوا، والله انا ما صدقت ولا انت صدقت، انت الحين تحسب انه اكيد امنوا فيه واسلموا كل حاجه، لا يصدق المتابع لا 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 لا. قالوا ايش هذا سحر السفار كبار انه سحر عظيم. يا جماعه الخير غبنا بعد هذا كله شافوه كان يقول سحر. يا الله والله هذا راسي تصدعني. ونزل الله عز وجل آية عن الكلام هذا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني إنه سحر قوي وعظيم. ولكن يا صديقي المتابع في كثيرين يقولوا إنه في يعني دليل علمي ملموس عن هذا الكلام، يعني شوفوا يا صديقي المتابع إحنا أي حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها ولا القرآن إحنا نؤمن فيها، ما يحتاج تجي وكالة ناسا ولا غيره عشان تقول لنا أوه والله إنه هذا الكلام صحيح، لا ما يحتاج، إحنا نؤمن فيه إذا جاء في القرآن والحديث الصحيح. ولكن لابد من الدليل عشان تقدر تقنع الناس اللي أصلاً
هم مو هم مسلمين. فالقمر لما جاء صوره وكالة ناسا في عام 1969 كانت في شقوق طويلة تحاوط القمر، ولكن كانت مغطاة بالغبار والتراب القمري. ففي احتمال كبير اذا حاولوا يشيلوا هذا الغبار من هذا الشقوق حيظهر الشق مظبوط اللي حيدل انه القمر قد انشق من اول ورجع التحم. كشفت اصلا كمان وكالة ناسا الان انه في شقوق مرة طويلة طولها مئات الكيلومترات، ولكن حتى الان مو عارفين ايش هذه الشقوق وايش هرجتها. وفي بعض العلماء قالوا انه بسبب هذه الشقوقات انه حمم مرت من هنا، يعني هذه فقط انه وجهة نظر، يعني انه يمكن يكون كذا، ولكن هذا يعني هذا مو دليل ولا عنده اي اثبات علمي على هذا الكلام. وفي كمان اعداد مرة كبيرة من التشققات برضو على وجه القمر، وبعد هذه التشققات كأنها لحمة، كأنه يعني معدن من الحديد اتفصل وبعدها رجع تاني مرة وتلحم. وهذه التشققات حقيقة العلماء حتى الآن ما لقوا لها أي تفسير. أصلا يا جماعة الخير ترى في معجزات مرة كثير الله عز وجل أعطاها الأنبياء وترى ما لها تفسير. زي عندكم مثلا من المعجزات اللي ما حد يقدر إنه يفسرها معجزة موسى عليه السلام والعصا وكيف حولها لثعبان، وانشقاق البحر والطوفان اللي مع نوح عليه السلام، ويحيى لما تكلم ورأسه مقطوع، ويونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت، وعيسى عليه السلام وأحياء الموتى. أشياء يا جماعة الخير ترى مرة كثير. فإحنا نؤمن بأي حاجة قال الله عز وجل ورسوله. وأصلا كمان ترى أعظم معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وتحدى العرب إنهم يجيبوا مثل هذا القرآن ولا حتى 10 صور من هذا القرآن ولا حتى بس صورة واحدة من هذا القرآن. ومو بس العرب، ترى لو اجتمعوا العالم كله والبشر كلهم في العالم بس عشان يسووا زي هذا القرآن ما حيقدروا. وإذا كمان اجتمعوا الإنس والجن عشان يسووا زي هذا القرآن ما حيقدروا يجيبوا. ترى هذا القرآن شيء إعجازي. قل إن اجتمعوا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبرضه من المعجزات اللي ما لا تفسير في المنطق ولكن نؤمن فيها رحلة الإسراء والمعراج، لما رجع من الطائف ورفضوا إنهم يستقبلوه، فإن الله عز وجل بيخفف عليه فأيدوا برحلة الإسراء والمعراج. فجاله جبريل عليه السلام هنا وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وداه من مكة للمسجد الأقصى، فصلى هناك الرسول إمام بالأنبياء، فصلى بهم ركعتين وبعدها عرج للسماء الدنيا وبعدها لباقي السماوات. وهناك الرسول ترى شاف جبريل على هيئته الحقيقية، شاف كمان هناك الرسول سدرة المنتهى والبيت المعمور. وفي هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج هنا فرضت الخمس صلوات، وبعدها رجع جبريل ومعاه الرسول للمسجد الأقصى ثاني مرة، وبعدها راح لمكة ولكن بالبراق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وإذا تبغون أقول قصة الإسراء والمعراج بالتفصيل اكتبوني في الكومنتات، لأنه هنا المعلومية ترى مرة اختصرتها اختصار مرة قوي، وفي يعني في تفاصيل مرة مهمة ما قلتها. ولكن ترى عشان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ترى مرة 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 كثير، ترى مرة ما مدينا أقول معجزات الأنبياء مدري معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لحاله في مقطع واحد. خيّ عزيزي المتابع يمديني بس أسوي سلسلة معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة، لأنه المعلومية عزيزي المتابع أنا في المعلومة هذا حتصدع راسك، فأنا حمسك راسك دحين عشان ما تنفجع من المعلومة اللي جاية دحين. المعلومة هي إن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 معجزة. والله أنا وأنا أبحث وربي أنا بنفسي انفجعت. أنا عامل دحين كيف أنا حاسب 15 معجزة يمكن 20,000. وفي كمان بعض الناس يقولوا يمكن كمان فوق 3,000 معجزة، والله أعلم والعند عند الله صراحة، وأنا ما عندي يعني يمديك تروح تبحث وتشوف تتأكد أنت كمان أكثر، ولكن ترى من جد هو أكثر من 1000 معجزة. وفي معجزات ترى كثير ما قلناها ولكن يعني يمكن نقولها في الأيام القادمة. ليش أنا قلت لكم فقط يعني أقوى المعجزات والأحداث الكبيرة اللي صارت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن في أحداث ما قلتها، في أحداث مرة كثير ما قلتها. وشكراً شكراً 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 ألف يا عزيزي المتابع، والله شكراً ما حتوفي بحقكم صراحة بالدعم القوي في هذه السلسلة والمقاطع ينزلها حتى قبل هذه السلسلة. شكراً لكم يا جماعة الخير، شكراً لكم على متابعتكم، شكراً لكم على كل حاجة، شكراً لكم على التعديلات الناس اللي جولوا في الخاص عشان يقولوا لي الأخطاء اللي سويته، والناس اللي قاعد يمدحوني والناس يقولوا أنت حتوصل. شكراً لكم وربي شكراً لكم، والله إذا شكرت من اليوم ومن بكرة وربي ما حوفي بحقكم. وصراحة يا جماعة الخير ترى والله مو بس أنتوا استفدتوا، أنا لما أجي أبحث فقط أنا بنفسي ترى استفيد. صراحة اكتشفت معلومات مرة كثيرة عن هذا الموضوع وقصص مرة كثير، ودحين الأحداث عندي تربطت فقط من معجزات الأنبياء هذه. تخيلوا يعني في معلومات يعني كنت أحسب نبي قبل النبي وعيسى وآخر مدري مين، وفي أشياء مرة كثيرة كان عندي ملخبطة، ولكن بعد ما رتبت هذه الأشياء بنفسي
وسويت حلقات عرفت انا بنفسي انه كذا بعد كذا جاء في قصص كثير كان مترابط والحين ها بدا كل شيء يعني ينفك عندي وبدا بدات استوعب فهمتوا كيف. وشكرا لكل واحد دعمني في هذه السلسله واكيد ابدا ما حتكون هذه اخر سلسله اكيد حتكون في مقاطع جايه في مقاطع شاطحه جايه كمان مقطع ال 500,000 ما ادري ايش حيكون ولكن حيكون ترى مره قوي حقيقه وحقيقه وحقيقه والله ختامه مسك برسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء فحقيقه الحين اقول لك الحين من جد اقول لك صديق متابع صلي الحبيب صلي الحبيب 2000 مره لانه هذه لا مو اخر حلقه يعني رسول اكيد يعني يمكن في حلقات كثيره صلى الله عليه وسلم ولكن الحين صلي الحبيب ودائما وابدا يا صديقي المتابع لا قبل ما اقول لك النهايه اذا عجبك المحتوى انشر المقطع في كل مكان خلي الناس يشوفوا السلسله حيستفيدوا باذن الله وانت حتستفيد واجر لي واجر لك واجر لكل الناس فانشر السلسله ان كان من الجزء الاول من الجزء الثاني ترى يمديك تتابع حتى من اول حلقه ولا اخر حلقه ولا تبدا حتى من اخر حلقه وترجع وتكمل ورا يمديك ترى يعني انا حاولت بقدر الامكان انه يعني اذا شفت اي حلقه اكيد حتفهم فهمتوا كيف ولكن اذا شفت الحلقه كامله حيتسلسل معاكم الاشياء بشكل افضل والحين اقول لكم اصدق المتابع ما بقول خلاص تقريبا خلاص ختمت والله احس اني زعلان ختمت السلسلة شكرا لكم يا جماعة الخير وبإذن الله المقاطع القادمة حتكون أفضل ودائما أبدا ما أقول لكم على السلامة أقول لكم بإذن الله سوف نلقاكم في المقاطع القادمة واهتزت تحمس ولما شافوا انشقاق القمر قدام عينهم اتفاجأوا وانفجعوا من هذا المنظر والذهول في وجوههم ايه والله سلسلة عظيمة سلسلة عظيمة وسلسلة عظيمة وسلسلة عظيمة وشكرا لكم شكرا لكم والله شكرا ربي بدي ليه دحين فرحان على زعلان اللي خلص السلسلة ولكن شكرا لكم شكرا لكم شكرا عظيم والله ما اعرف انا ما اعرف ايش اقول صراحة شكرا خلاص شكرا قلت لك شكرا عدينا عليك وروح لا والله زعلان شكرا السلام عليكم.